أحلى صباح. صباح الخير لكم مشاهدينا. 21 حزيران 2024، هذا اليوم كلنا نحتفل بعيد الأب. إذا كانت الأم هي الحنان فالأب هو مصدر الأمان. عن جد نيال اللي عنده بي داخل البيت هو سند لعائلته، هو سياج لهيدي العائلة يلي بيحميها من كل شر، يلي بيوقف بوجه التحديات والمصاعب حتى يأمن الراحة والطمأنينة والنجاح لأولاده. شو حلو اليوم ناخد هيدي الحكمة بالحياة يلي بتحمل مصدرين، واللي هن أنه بتعطينا تجارب وبتعلمنا التجارب، وإنما الأب عيونه دايما شاخصة حتى يحمينا ويعطينا القوة حتى نكفي بطريق يمكن مليانة مطبات ومليانة أشواك. هو الوحيد يلي بيضحي وبيناضل كرمال حتى نحن نرتاح. قدي اليوم يمكن إذا بدي أقول لحيالله شخص اليوم عم بعيش حياة أبوة جديدة، يمكن في كتير أباء لأول مرة عم بيصيروا أباء، اهتموا بولادكم، عرفوا قيمة الحياة إنه هي بتكفي، وبنفس الوقت كل شخص منا قادر يحمل مسؤولية على كتافه، ولكن الأب هو الوحيد يلي دايماً حقه مهدور وما منعرف قيمته بالحياة غير لما نفقده. فاهتموا بأبائكم وحافظوا عليهم لأنه الحياة قصيرة مثل ما منعرف، وكل شخص منا لازم يخصص ولو جزء من وقته حتى يهتم ببيه. أنا بصبح بالخير كل الأباء اللي عم بيتابعونا، ويرحم كل الأباء اللي فرقونا على دنيا الحق، وأكيد هن من فوق عم بيتابعونا اليوم حتى يحمونا ويحرسونا ويعطونا القوة حتى نكفي الطريق. بصبحك بالخير جوزيف، وبعيد بيك كمان ينعاد عليه. ميرسي بيا، وصباح الخير كمان لكل المشاهدين اللي عم بيتابعونا اكيد بحلقه جديده من برنامج احلى صباح. مثل ما ذكرتي كمان برجع بضم صوتي لصوتك وبعيد كل الاباء، وخاصه الاباء اللبنانيه اللي اليوم عم بيضحوا زياده عن اللزوم، وعم بيكون عم نعرف اهميتهم بالحياه، ان كان ابائنا جدودنا حتى حاله شخصيه كمان نعتبرها مثل باي، لانه بنعرف في كثير اشخاص بتربي بدون ما تخلف كمان، فكمان كثير اشخاص بيكونوا عم بيعطوا من وقتهم، فخلينا دائما نكون قريبين من هول الاشخاص، نسمع لهم، ناخذ من حكمتهم شوي، وبذات الوقت نقدرهم مثل ما قلت بيا، طول ما هن معنا نعطيهم شويه وقت، نعطيهم شويه اهتمام. ولكل الزوجات اليوم بس هيك نوجه رساله صغيره، اهتمي بجوزك شوي كمان، مش دائما هو بده يهتم فيك، ساليه كيف نهارك، ساليه اذا زعجك شيء، اذا مبسوط، اذا مرتاح، شو اللي فيه يريحك اكثر. كوني شوي قريبة منه كمان، خليه هيك يحس انه في اليوم من شاب لامرأة 100% يعني. هيك نحكي من الوجهتين النظر. بس كمان بدي وجه تحية كثير كبيرة لبي اللي دائما هو موجود بالعائلة. ميرسي، وامي كمان، واهلك كمان، واهل كل الاشخاص، وكل الاباء اللي بتلفزيون لبنان، لانه نحن كلنا عائلة واحدة كمان، وبنعيد جميع اللبنانيين. اكيد الاب هو المثل الاعلى للعزيمة وللتحدي، فينعاد على الجميع بهيدا النهار، وان شاء الله بيكون نهار مليان بالفرح والطمأنينة وراحة البال والبحبوحه اللي للاسف اليوم كل عائله محتاجه، منا قادره يمكن تعيد بيها بورده. فان شاء الله هيك بتكون البسمه والكلمه الحلوه هي اليوم منبر حتى نعبر لكل اهالينا ولكل ابائنا عن حبنا لهم. وينعاد على كل العاملين معنا بتلفزيون لبنان مثل ما قلت جو، وكل الكاميرامانز، المخرجين، حتى المسؤولين عن البرامج، تقنيين، اداريين، كل الكل حتى ما ننسى حدا ويزعلوا منا. ينعاد عليكم وكل عيد اب وانتم بالف خير. اذا ما قادرين نجيب كادو او هديه لبينا او لزوجنا، خلينا نقعد معهم شوية وقت. صح. بعتقد هذه كمان كتير مهمة، أحلى هدية فيها. بما أنه عم نعيد وبعدنا بأجواء الأعياد، كمان بدي عيدك لأنه مبارح كان عيد ميلادك، ومن أسرة أحلى صباح كلنا من إليك هابي بيرثدي، وأنت أكيد فرد كتير مهم بهيدي العائلة، وفرد دايما بتعطينا الطاقة والإيجابية، وبسمتك يعني هيك بتفرحنا كلنا، فالله يخليك بهالهمة ويعطيك الصحة، الحب، البحبوحة مثل ما كنت عم بتقولي، وكل الأيام الناجحة إذا الله راد لك. ثانك يو جو على هيدي المعايدة، وأنا بفتخر إني جزء من هيدي العائلة، وإن شاء الله هيدي العائلة بتكبر أكثر وأكثر من نجاح لنجاح أكبر. بشكركم فردا فردا. رح نعطي فكرة سريعة لكل المشاهدين شو ناطرهم بصبحيتنا لليوم. البداية رح تكون مع مين يا جوزيف؟ رح نبلش مع نورة حسام الدين اللي هي ممثلة، اللي رح تخبرنا عن مسرحية جديدة عم بيقوموا فيها للمخرج جاد شكر بعنوان نورة. ايضا لليوم بينضم لنا محمد بجوق، اختصاصي بالعلم بعلم الاجتماع وتحديدا اجتماع الاسره، كما انه مرشد تربوي. رح نحكي عن الازمات الاجتماعيه وانعكاساتها على الاسره.
كمان رح نكون بمقابلة مع محامي متدرج ببيروت وأخصائي بإدارة الميديا بفرنسا ريمون جوزيف الأسمر، اللي رح يخبرنا كمان عن الميديا والشركات اللي تابعة للميديا وقديه تقوم بمسؤوليات وكمان تحديات بهذا العصر. وأيضا رح ينضم لنا اليوم محمد شوبر، أخصائي تغذية رياضية ومدرب صحي، حتى نحكي عن المعتقدات الخاطئة لإنقاص الوزن. يا ما صار في كتير كمان منا. كمان رح نكون مع الفقرات الثابتة ببرنامجنا اللي هي فقرة الأخبار والصحف مع نجوى سابا، وكمان فقرة مطبخ مع الشيف نادين أسيس اللي كل جمعة هيك بتحضر لنا كمان طبق حلو. بعد اليوم رح تحضر تشيري كيك جاتو بالكرز، يعني مفروض يكون شيء طيب. أكيد يعني كمان ننطرها للشيف نادين. وأنا بدي أذكر كل الأشخاص اللي عم بيتابعونا اللي عابلهم يرجعوا يحضروا فقرة المطبخ، فقرة حيلة فقرة عم تقطع أو مقابلة، فيهم يفوتوا على www.youtube.com يفتشوا على قناة تيلي ليبون وبيقدروا بيحضروا كل الفقرات كل الحلقات وكل البرامج اللي عم تقطع على الشاشة. وكمان فيهم يتواصلوا معنا دايركتلي إذا عندهم أي اقتراح، أي موضوع حابين نعالجه على الهواء، أو حتى كمان مع الشيف نادين أسيس اللي حابين نتعلموا طبق جديد. كمان نحن على تواصل معكم وناطرين هيك تفاعلكم معنا كمان. هلا بالنسبه لانقاص الوزن كنا عم نحكي باخر مقابله، ولكن في السبور، انت عم تعمل سبور هالايام؟ هو السبور لازم نعمل سبور، وخاصه اول شيء اذا بتحس حالك دائما قاعد ما عم تكون باي حركه بتحس بهيدا الخمول. في ناس بيعدوا الستبس تبعهم على فكره، بيعدوا الخطوات اذا وصلوا ل 10000 واتش بس كرمال الخطوات تبعهم. فهلا ما عم بطلب نعد خطواتنا ونعيش بهيدا الهوس، ولكن كمان الرياضه ضروريه لصحه الذهن والجسم. كمان ما فيك تعمل دايت وتنسى الرياضة، يعني كله بيلحق كله مكمل بعضه. يعني اللي بيقول لك انا بدي اعمل سبور بلا ما اعمل دايت بتقطع، بس بده يعمل دايت بلا سبور صعب. مزبوط. فخلينا نروح لعند جوني رمال والهوليستيك موفمنت. مرحبا، معكم جولي رمال. اليوم نحن بدنا نركز على الفول بودي وارم اب، هوليستيك وارم اب ناتشرال فور يور فول بودي. نحن فينا نعمل هيدا وارم اب قبل من سبور، احسن شيء بالصبح اكيد. اوكي سو ليتس جيت ستارتد. ريدي؟ شولدر رولز لورا مع نفس. ليتس بريث 3 4 5 6 7 8 9. اوكي هلا زيت الشيء بس لقدام، يعني 1 and 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اوكي ستوب. هلا يور نيك لفوق لتحت 10 مرات. ستريتش يور نيك اب اند داون 4 5 6 7 8 9. دونت ستوب. هلا زيت الشيء بس على الشمال واليمين 10 مرات هون. اوكي هاي ذا بيسك وارم اب 3 4 5 6 7 8 9. excellent. هلا بدي اعمل زيت الشيء على الشمال، بس we're gonna add your back يعني الظهر هون. So we look we turn 1 نرجع 2 يلا نرجع هون 3 4 5 6 keep going 7 8 9 10. هلا زيت الشيء على الثاني ميل. Let's go. Turn right. برم أكتر لورا. 3 4 5 6 7 8 9. اوكي على الأشرة we do the same thing بس we add شوي الحركات هون with your hands مع إيد. اوكي we're gonna go turn left and stretch هون 1 2. اوكي أكتر power 3 4 5 6 7 8 9. Al Ashra, we do the same thing. Al Tenemen, ready? Let's go. Full rotation. Al Yamin, 2 3 4 5 6 7 8 9. Excellent. Let's stop. Hala, badama shwai warm up la iden hon, alright? So we start here. 1 and push. 2 3 4 5 6 7
8 9 هلا للصدر هون. We cross the hands, open the ورا and نرجع هون. Let's go. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 خليها هون and pulses لورا شوي to open your muscles. 5 6 7 8 9 and stop. بدي اعمل زيت الشي هلا على الشمال. ركز هون على الصدر. Open your hands. Push 2. Breathing 3 4 5 6 excellent 7 8 9 stop. My pulses 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okay, very good. نحن خلصت الوارم اب لايدين لكتاف هون لرقبه. خلينا نركز هون لظهر هون. We're gonna cross our hands لقدام هون. Round your back هون. Bend your knees. بتكون مرتاح. Inhale. Reach up. Exhale لقدام. 10 مرات اوكي. Inhale لفوق. Exhale لتحت. 3. Inhale. Exhale فوق. ركز هون الظهر. Number 5. Excellent. Number 6. Number 7. Number 8. Excellent. بعد في 2. يلا اخر وحده احليها هون لتحت. My pulses 1 2 3 4 5 6 7 8. هون ستوب. جلسه اجرين هون. نحن بدنا بروم على الشمال. بيك سيركل وعلى اليمين هون 10 مرات. Keep your hands crossed. بتكون مرتاح هون. 3. يلا 10 مرات. 4. Very good. Number 5. Number 6, stretching your body. هلا هيدا warm up بجنن لكل العالم. Even if you don't like sports, this is the basic warm up لكل العضلات لجسم. نحن بنعمل وين ما كان كل يوم. Let's do اخر وحده and stop على النص. زيت الشي هلا على الشمال. على الشمال. Number 1, اول وحده. 2 لفوق. Full push. 3. Excellent. 4. Keep going, don't stop. يلا اخر اربع. بعد في ثلاثه. بعد اثنين. اخر وحده. اوكي هلا نحن خلصت شوي الورم اب للظهر بس ليتس كروس ذا هاندز. ثاني ميل هلا هون. خلينا نركز هون على الفول روتيشن على الشمال. 1 2 3 فول باور. 4 5 6 7 8 9. اوكي على الشمال زيت الشي بس هلا على اليمين. ليتس جو. 1 2 3 4 5 6 مور باور. 7 8 9. اوكي على الشمال نحن خلصت الستريتش. خلينا نركز هون لاجرين. alright so real easy we're gonna go. ايدين لفوق. انهيل drop to your knees التوز ونرجع هون لفوق. اوكي فينا نعمل شوي شوي ولا فينا نعمل اسرع كمان. اوكي it looks like this. it goes 1 2 3 نرجع again. number 2 2 2 3 3 3 alright you guys got it. keep going. 4 5 5 5 6 6 6 7 7 يلا number 8 excellent. بعد في 2 number 9 يلا الأشرح. نحن بدي اعمل شوي stop لتحت. 10 pulses 1 2 3 4 5 6 7 8 stop هون. look down تطلع لتحت. ايدين بتكون لورا هلا and stretch لورا. 10 2 3 4 5 6 7 8 number 9 الأشرة في stop هون. hands بتكون ورا ظهر. نحن عندك شوي pulses هون. ركز على الإجرين. 10 مرات. 5 4 3 2 1 ونحن خلصت هيدا ميل. خلينا تعمل زيت الشي هلا اليمين. ready so very basic. ايدين لفوق. number 1 your knees your toes again. أسرع. 2 2 2 3 3 3 4 4 4 push. بتكون مرتاح هون. enjoying the stretch. يلا 6 excellent 7 and press
press. Number 8. Number 9. 9. 10. And خليها لتحت هون شوي pulses هون. تكون مرتاحة lower back. 5. 4. 3. 2. And stop. Reach your hands لورا هون. Nice and easy. And you're going to touch and lift 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. إيدين لورا and pulses 10 مرات. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and خلصت. Okay, excellent. هلي نرك شوي الـ inner thigh warm up هون. افتح الجرين شوي أكتر. هلي ننزل basics بتكون هون على الشمال. إذا بدك أكتر stretch ننزل لتحت على الأرض هون. Okay, and let's pulse it 10 مرات. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 اوكي هيدا الادفانس ستريتش. هلا بدي اعمل زيت الشيال ثاني ميل بيجنر ستريتش بتكون هيك 1 2 3 ادفانس ستريتش بتكون لتحت على الارض 10 بالسز 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اكسلنت. هلا من هون نحن عندك شوي اكثر ستريتشنج هون لاجرين سو وي هاف ا سايد لانج. بيجنرز بتكون هون عم تعمل 10 بالسز. ركز هيدا اجر بتكون لقدام. اوكي ادفانس ستريتشنج نحن بدنا ننزل لتحت على الارض تعمل بالسز 10 مرات 1 2 3 4 5 كيب بوشينج هير. بس خلصت هيدا ميل اكيد نحن بدنا نركز على ثاني اجر. ريمبر بيجنرز بتكون هون 10 بالسز بريذنج الخفيف ركز على الهيب فلكسرز هون. And إذا بدك في أعمل أكتر stretch لتحت advanced stretching 10 pulses 10 excellent. Alright so نحن خلصت ال basic warm up. هلا في نعمل شوي حركات مع cardio مع toning لجسم لإجرين. هلا نركز على standing poses. Ready nice and easy hands هون you're gonna touch right left right left. خفي هون 20 30 40 مرات هون. بس خلصت هون اكيد نحن بدنا خلص رياضه مع ثلاثة arm circles لورا بتنفس منيح انهيل اكسهيل. اوكي سو هاي ذا بيسك ورم اب لكل عالم لكل ناس عم تعمل رياضه. If you're not doing sports no problem this is a great body detox workout to feel good energize holistically. See you guys next time. صباح الخير أخبار جديدة لنهار الجمعة 21/6/2024 ومنبدأ جولتنا على الصحف اللبنانية مثل العادة مع صحيفة النهار. تهديد نصر الله لقبرص يرتد على اللا دولة الساكتة. نيلة تويني بطلة المرأة العالمية في كان مسيرتي كانت صعبة ونؤمن بلبنان أفضل. ميقاتي اتصل بالرئيس القبرصي وابو حبيب بنظيره وقبرص تنفي منح الاذن باي عمليات عسكريه. سي ان ان اسرائيل ابلغت واشنطن استعدادها لتوغل بري وهجوم جوي على لبنان. الانقسام الاسرائيلي يتسع بين العسكر والسياسيين. الحرب البارده تنبعث مجددا روسيا وأوكرانيا تتقاتلان بأسلحة كورية. ننتقل مشاهدينا لنقرأ ماذا جاء في أسرار الآلهة ونبدأ بالسر الأول. ادعت النيابة العامة في بعلبك على إعلامي من البقاع حصل على مبلغ مالي لقاء تسجيل طالبة في معهد للطيران في الخارج ولم يفي بوعده وتربطه علاقات مع مسؤولين كبار في روسيا والعراق فضلاً عن وزراء ونواب لبنانيين نافذين في 8 أذار إلى ضباط كبار حاليين وسابقين كرم عدداً منهم. انشغلت أجهزة دولة عربية بتوقيف أحد مواطنيها في بيروت وهو من الناشطين في الإتجار بالمخدرات والكابتاغون. ينقل أن معظم رؤساء البلديات في الجبل لم يتبلغوا جاريا على العادة
قدوم عائلات خليجية لها أملاك ومنازل في مناطق جبلية نظراً لمخاوفها من أن تتدهور الأوضاع في الجنوب، وبعضهم ألغى حجوزاته في ظل التطورات المتسارعة ميدانياً. عبر أكثر من قيادي من مستويات متعددة عن استيائهم من توجه السيد حسن نصر الله بالتهديد المباشر إلى دولة قبرص، ما يسيء بالعلاقات بين البلدين، خصوصا مع سريان أخبار عن بدء إحصاء الأجهزة القبرصية للبنانيين الموجودين على الجزيرة، وخصوصا الشيعة منهم، والامتناع أمس عن إعطاء تأشيرات من بيروت لأسباب قيل إنها تقنية. انتقد السفير سابق في دولة كبرى كلام السيد نصر الله عن اجتياح الجليل سائلا: لماذا لا ينطلق من تحرير مزارع شبعة اللبنانية أولا؟ والآن ننتقل إلى صحيفة الأخبار ونقرأ ماذا جاء في عناوينها. نتنياهو يتحدى الحرب للحرب، المقاومة تحذر العالم من الحرب، قبرص لا توضح هل ستمنع إسرائيل من استخدام أراضيها، تدخل مصري مع واشنطن، خذوا تهديد نصر الله بجدية، العلاقة مع المفوضية تتأزم، والبيسري إلى سوريا قريبا. والآن نقرأ ما جاء في صحيفة اللواء وعنونت: احتواء الأزمة مع قبرص وبلينكن يكشف عن قرار بتوغل إسرائيلي في الجنوب، رسالة جنبلاطية لبري، صدمة في مجلس النواب، وألف دولار كلفة النازح السوري في السنة. بايدن يتهم نتنياهو بالسعي لإسقاطه، والإدارة الأولوية لإنجاح صفقة وقف النار. جالنتس إلى واشنطن وإصابات قاتلة لجنود الاحتلال بكمائن المقاومة، ومجلس حقوق الإنسان لوقف شحنات الأسلحة. والآن نقرأ ما جاء في صحيفة الجمهورية والتي عنونت: الحزب يعد المفاجآت لحرب قد لا تقع، اتصالات طوقت الأزمة مع قبرص، وحوار حول رأس مقطوع، هل تفصل السياسة الخارجية في ثبات بايدن أو عودة ترامب؟ الآن مشاهدينا إلى صحيفة الديار والتي عنونت: رسائل نصر الله تربك الأوروبيين وقبرص تنأى بنفسها عن إسرائيل، نصائح لإسرائيل بتأجيل الحرب لسنوات، الحياة في شمال فلسطين ستصبح معدومة، اشتباكات دارية في رفح وقتلى للاحتلال في كمين مركب، بن غفير ينضم لهيئة إدارة الحرب، وخلافات بين نتنياهو والجيش. الآن مشاهدينا نقرأ ما جاء في عناوين صحيفة البناء: حملة أعلامية أمريكية وغربية وعربية لتسويق خيار الحرب الإسرائيلية على لبنان. قادة جيش الاحتلال يقولون إن الاستعداد للحرب لا يعني إمكانية خوضها مع غزة. قبرص تستجيب لتحذير نصر الله: لن نمنح أي تسهيلات لأي دولة لخوض الحرب. والآن نقرأ ماذا جاء في صحيفة الشرق، وكتب عوني الكعكي: هل نجح هوكستين في تسوية الخلاف بين بايدن ونتنياهو؟ طوفان الأقصى يستنزف إسرائيل، وقبرص تنفي التعامل معها، سبعة خيارات أمام إسرائيل في مواجهة حزب الله. وأخيرا نكون مع صحيفة لوريون لوجور، وطبعا ترجمة إلى اللغة العربية: لماذا رفع نصر الله الرهان؟ وخطر الحرب يثقل كاهل موسم الصيف، الحلبي متمسك بإجراء الامتحانات الرسمية في مواعيدها، واستياء لدى التلامذة. والختام مشاهدينا مع كاريكاتور من صحيفة اللواء:
احتواء الأزمة مع قبرص بالناقص أزمة يا زلمة.